كشفت فورد السعودية عن الإكسبلورر 2016 في شهر نوفمبر 2015 بمدينة الرياض، ويعتبر هالموديل بس تحديثات منتصف العمر للجيل الخامس اللي انطلق من العام 2011. لكن فورد إكسبلورر في تاريخها استمرت الخمس أجيال، انطلاقتها كانت في العام 1991، وتعتبر هالسيارة واحدة من أكثر السيارات العائلية مبيعاً في العالم. في تصميمها الخارجي حصلت الفورد إكسبلورر 2016 على واجهة جديدة بالكامل، جاية بشبك جديد ومصابح أعادوا تصميمها تحتوي على أنوار الـ LED في فئة البلاتينيوم. أما من الخلف الفورد إكسبلورر ما حصلت على نفس القدر من التحديثات اللي صار في الواجهة الأمامية، إلا أنهم قاموا بإعادة تصميم المصابيح الخلفية حتى تصير أكثر عصرية. كنا على تواصل مع شركة فورد في نقل ردة فعل العملاء على أول منتج لهم، فإيصال المعلومة لرغبة العميل وش يتوقعه. قد يكون العميل مثلا قبل ما يشتري الإكسبلورر كان عميل لشركة فورد في موديلات أخرى وكان مبسوط منها، فهو يتوقع أن يكون هذا النجاح موجود في الموديلات الأخرى. في تصميمها الداخلي حصلت الفورد إكسبلورر على بعض من تطعيمات الخشب والألمنيوم ومقاعد مكسوة بجلد من نوع نيرفانا اللي يعتبر فاخر جداً، بالإضافة حطوا لها سقف بانورامي جميل ونظام صوتي بقوة 500 واط من شركة سوني، واللي كمان يشتغل بنظام سينك الشهير في سيارات فورد واللي تقدمه شركة مايكروسوفت اللي يدعم الأوامر الصوتية. بالنسبة لأداء السيارة زودوا الفورد إكسبلورر بماكينة جديدة عبارة عن ماكينة 4 سلندر سعتها 2.3 لتر وتشتغل بتقنية الإيكو بوست الشهيرة من سيارات فورد. هالماكينة تولد قوة 370 حصان وعزم الدوران 475 نيوتن متر.